غدا بحول الله مع قوته سنضيق العبد الآبق المارق أبا عبد الله المصري ما يستحق جزاء خروجه علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا لما فيه خيرنا، وأن يعلي كلمتنا فوق كلمة الكفار الطغاة، فيذوقوا العذاب والذل في عقر دارهم. إنها خطوة أخرى أيها الإخوة، خطوة جبارة وعملاقة في طريق جهادنا الذي لن ينتهي إلا بسقوط دولة الطاغوت والبهتان. أبشروا أبشروا أيها الإخوة، أبشروا أيها الإخوة، فالموعد اقترب والنصر المبين صار أقرب إلينا من حبل الوريد. الله أكبر. غدا الساعة 12 ظهرا أمام مجمع الأديان. اتصل بيك ويحدد الميعاد. اوعى تنزل من بيتكو غير لما القلم ده يكون في جيبك. امسك محفوظ. وده سميته ايه القلم ده؟ متسألش، ما تروحش تقابل ابو خليفه غير والقلم ده في جيبك. كده يا محفوظ؟ معقوله لحقت تنام؟ ما انت كمان صاحيه يا بدر فوزيه. يا دوبك الحق على شغل البيت والطبيخ عشان الفطار. ده انا هعمل لك النهارده صينيه البطاطس اللي بتحبها. مش لسه بتحبها يا محفوظ؟ بطاطس بس احتمال ما افطرش معاك النهارده. ايه؟ معزوم بره ولا ايه؟ يعني حاجه زي كده. طيب اشيل لك بقى نايبك على السحور. برضه احتمال ما احضرش معاك السحور. خليها بظروفها فوزيه. لا انت هتنزل من دلوقتي؟ ده الدور لسه ما ادانش حد. مشوار اصله بعيد شويه. ايه سفر ده ولا ايه؟ يعني حاجه زي كده. خلي بالك على عبد الله فوزيه. في عينيا يا محفوظ. بس مشوار ايه ده؟
يلا بالشوربه. يو لا مؤاخذة يا استاذ. اللهم إني صائم. لا مؤاخذة يا استاذ، أصلي مش واخدة بالي. يسعد صباحك. الله يخليك، رمضان كريم. الله أكرم، إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله. سيدي. أنا كنت عايزة حضرتك بس في موضوع كده، الموضوع اللي إحنا إتكلمنا عليه. موضوع إيه؟ موضوع اللوكندات، السرفيس. بعدين يا ست انتصار، بعدين. معلش اصلي عايزه اقول لك على بعدين حاجة. يا ست انتصار، بعدين. لا ده اكيد سمع حاجه. صبحي. اهلا. شوف لي تاكسي بسرعه كده. انا يا حاج. ابن حلال مصطفى والله استاذ محفوظ، كنت لسه هطلع لحضرتك حالا. نعم. لا انا سامح تربه المعد بتاع القناه يا استاذ. مش فاضي. مش فاضي يا استاذ، انا عايز في حاجه مهمه. ايه الشغل اللي في الجنينه ده؟ ماشي يا حاج. لسه بيتحرك سيادتك. يبقى ابو خليفه اتصل بيه فعلا، او يمكن محدش اتصل بيه خالص وهو نازل كده من نفسه. لا 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 لا، المهله اللي اديها لي تخلص النهارده. خليكوا على اتصال بكريم، هو اللي تابعه ميدانيا. كريم، اذهب على الفور لعنوان المذكور وتخلص من مراقبة الأمن في الحال. ستجد سيارة أجرة في انتظارك.